السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، كي دايرين؟ أموركم زيانة؟ كل شيء على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي. اليوم بحول الله وقوته غادي نشارك معكم الطريقة اللي كنقطع بها البونج، لأنني كما سبق وقلت لكم البونج كيجي فيه جوج مترو، فأنا عندي هنا يا قياس ديال مترو وثمانين. غنوريكم الطريقة اللي كنقطع بها البونج بطريقة احترافية، وباش ما يعني باش ما تلقاوش مشكل نهائيا، وباش ما وقعوش في الخطأ، فتبعوا معايا الطريقة. فهنايا البنات كما كتشوفوا كنستعمل هاد الأداة هذه ديال التقطع، فهذه كتكون منشار وكنديوها من بعد عند الحداد، فكيحيد لي هذوك السنينات وكتولي هنايا ماضية بحال الموت. في نفس الوقت البنات كتكون عملية وسهلة في الاستعمال ديالها، فتابعوا معايا الطريقة كيفاش، وكنتمنى إن شاء الله نتوفق في الشرح. هنايا كما كتشوفوا كندوز باش كناخذ العبار ديالي، فالبنات كناخذوا من 4 ديال الجوانب كاملين، كناخذ العبارات ديال مترو و80 وكنتراسي بالمسطره، يعني 4 ديال الجوانب كما كتشوفوا كناخذ كندير نقط، ومن بعد كنصل بين هذيك النقط باش كيسهل عليا من بعد الطريقه ديال التقطع. فضروري البنات هاد العمليه هادي ديال انكم تراسيو تعبروا الجوانب بربعه، وكنصل بين هادوك النقاط بواحد الخط فباش كيسهل عليا من بعد تقطع. فهنايا كنستعمل هاد الاداه هادي لانها في نفس الوقت فيها مسطره. وبعد ما كنسالي البنات العبار من 4 ديال الجوايه، فهنايا كندوز ان شاء الله للمرحله ديال التقطاع، فغير ركزوا معايا. فالطريقه سهله بزاف، خصوصا الا كان العبار متقون وكان داك السطر كما كتشوفوا راه واضح، فكيسهل التقطاع. فهنايا البنات غنحاول نوضح لكم، هانتوما شوفوا غادي ناخذ ديك الاله ديال التقطاع ديالي، وغادي نجي نبداو بالقناه كاملين كما كتشوفوا. كنسطر من هنايا وملهيها، فكنجيو كنضربوا القنت، وفي نفس الوقت كنشوفوا يعني ديك الاله الحاده ديالنا كدوز لينا من الخط اللي من الجهه اللي الفوق، وفي نفس الوقت كيدوز من الخط ديال الجهه اللي من التحت. كنتمنى الشرح يكون واضح، وكنظن راه واضح، غير تبعوا الفيديو مزيان البنات. فطريقه سهله جدا، ها نتوما كي بحال هكا. فكنطبق هاد العمليه هادي في 4 ديال الجوايه، ومن بعد كيبقى ليا غير الوسط، كيجيني ساهل صافي، كيكونوا الجوايه يعني العبار محدد. وهنايا صافي البنات، ملي كنسالي العمليه ديال التقطاع، فهنايا كنحصل على سد داريفي اللي فيه مترو 80 بدون اخطاء، وصافي. من بعد ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نلصق عليه البونج ديال لا بي اس، فهذا كان اخر سد داري غادي نخدمه في الصالون ديالي. هيا البنات كنعتذر، تحت ليا واحد المقطع طويل اللي خدمت فيه السد داري اللي كيكون فيه اكثر من 2 مترو، فهنا غير شوفوا معايا راه الطريقه سهله. فكناخذ السد داري ديالي ديال 2 متر، وكنضيف عليه السد داري اللي خاصني يعني الباقيه، كناخذو من سد داري اخر وكندير بيناتهم الكولا وكنجمع بيناتهم. وكذلك نفس الطريقه بالنسبه لا بي اس كما كتشوفوها نتوما، راني هنايا ملق معاه، فالنتيجه كتكون كيف ما كتشوفوا.
وشكرا البنات على المشاهدة، وكنتمنى نكون كنفيدكم ولو بالقليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فيديو قادم.